رأى الأستاذ فريد الأطرش شقيق أسمهان أن الحل سوف يكون في السينما، لأنها كانت تؤمن دخلا جيدا. وهكذا جاء فيلم انتصار الشباب الذي مثله فريد وأسمهان، وتقاضت أسمهان عنه 1500 جنيه مثلما تقاضى الأستاذ فريد عن التمثيل أيضا والغناء والتلحين. في الواقع استطاع الأستاذ فريد الأطرش أن يقنع المنتج بأنه قادر على أن يلحن أغاني الفيلم جميعها، لأنه قادر على أداء أو على التلحين على الأمزجة التلحينية المختلفة السائدة لجميع كبار الملحنين. كنا قد رأينا الحلقات السابقة أنه كان قادرا على تلحين الأساليب التلحينية للأستاذ عبد الوهاب، أستاذ قصبجي، أستاذ صنباطي، وسنثبت الآن أنه قادر على تلحين الأمزجة أو المزاج اللحني للأستاذ زكريا أحمد، وليكن ذلك عبر حوارية إيدي في إيدك في فيلم انتصار الشباب، والتي نظمها بيرم التونسي الذي كان يشكل ثنائيا مع الأستاذ زكريا أحمد في تلك الفترة، وهو هنا سيشكل ثنائيا مشابها مع الأستاذ فريد الأطرش. الأستاذ فريد الأطرش قدم نفسه في هذا الفيلم كأربعة ملحنين في واحد بالإضافة إليه هو، لأنه قدم أسلوب زكريا أحمد كما لاحظنا، وسيقدم أسلوب محمد القصبجي ومحمد عبد الوهاب وسيد درويش. زكريا أحمد هنا في حوارية إيدي في إيدك لاحظنا أنها على خط الأستاذ زكريا أحمد التلحيني. ماذا؟ هل تقولون انها تشبه محلها عيشة الفلاح للاستاذ عبد الوهاب؟ في الواقع الاساس هو في هذا الخط زكريا احمد. حتى الاستاذ عبد الوهاب كان يستوحي منه، من زكريا احمد، عندما قدم محلها عيشة الفلاح ومع محمود بيرم التونسي الذي نظم الكلمات. اذا يبقى الاستاذ زكريا احمد هو المنبع في هذا الخط التلحيني وفي هذا الشكل الذي استمعنا اليه.